السلام عليكم، معاكم محمد الديب. ان شاء الله النهارده هنعمل عشاء الساعة، طبعا الوقت الساعة 4 الفجر. اللي لسه جديد ما ينساش يعمل اشتراك او سبسكرايب ويفعل زر الجرس، واللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة عشان دعم الناس هو اللي هيخلينا اكمل وانزل فيديوهات باذن الله. طبعا يا جماعة، اول حاجة هعملها البرجر. تمام، هعمل سندوتش برجر كده. تمام، بسرعة برضو. اول حاجه طبعا يا جماعه، معايا قطعه لحمه كده مثلا 180 جرام 200، يعني في الحدود دي. تمام، معايا تاني حاجه اللي هو الخبز بتاع البيك تيست. تمام، طبعا ما فيش حد ما يعرفش الساندوتش بيف بيك تيست، لان طبعا في نزل منه التشيكن. طبعا زي ما انتم شايفين اللحمه مفرومه وش خشن بالطريقه دي. تمام، ويستحسن اللي انتوا تعملوها بقى انتم ايه ناعم. انا ما بحبش الخشن، بس اضطريت ان انا اعمل كده. تمام، الخشن ما بحبوش خالص في اي حاجه. تمام، انا بحب شكل الحاجه بيكون معايا كويس. تمام، بعيد عن الطعم، الشكل اهم حاجه عندي. طبعا معايا كيس لبن او اللي معاه راب فيلم كنبة عادي، مفيش أي مشاكل. أنا طبعا فاتح كيس اللبن من الجهات كلها وبقور اللحمة كده في إيدي زي ما انتم شايفين كده. تمام، وهبدأ افردها يا جماعة في الكيس اللي احنا فاتحينه ده، سواء كيس لبن فاضي او راب فيلم، مفيش اي ديفرنس بين الاتنين، المتوفر اعمل منه. تمام، طبعا يا جماعة كورتها وحطيتها في نص الكيس اهو. تمام، هنزلها لتحت شوية. تمام، وهبدأ طبعا بإيدي وافرد على شكل دايرة رفيعة وتكون كبيرة شوية على قد حجم الخبز. ده انا ما بحبش انا لما تكون البرجر مثلا صغيرة جدا. تمام، وده طبعا سر يا جماعة، لان في ناس ما بتعرفش تخلي البرجر معاها كبير. تمام، فبقى شكله انا مش كويس وهو صغير كده، ملوش اي لازمة. تمام، ببدأ افرد بقى بصوابعي، لازقهم في بعض وشغال، احاول ان انا اعملها على شكل دايره او شبه دايره. بصوا بقى رفيعه معايا بالشكل ده، واخده ايه شكل دايره اهو. تمام، الخبز ده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعه في جريل السخن، طبعا بقى بعد ما فردت اللحمه بالطريقه دي هكون مجهز. تمام، وملحوظه برضو للناس، هتكلم لي عن ماك واللحمه بتاعتها والكلام ده. طبعا الجريل بتاع ماك يختلف عن اي جريل انتوا هتشوفوه، لان الجريل بتاع ماك بيدي كبسة للبرجر بيخليه مش يكش. تمام، يعني بسيط زي ما انتم شايفين كده. تاني واحدة برضه هكورها معاكم اهو، بس انا مش هعمل غير سندوتش واحد عشان بس الناس ايه تكون مستفادة كده اهي. زي ما انتم شايفين هعمل الكيس اهو، هنزلها في النص. تمام، وايدي طبعا شغالة فيها على شكل دايرة. طبعا انا هعمل كام حاجة مش حاجة واحدة بس. محدش يقلق، هو بعمل حاجة بس محدش يقلق. حكم القلق ده بيأثر جامد في أما حد مثلا بيكون بعمل حاجة، دليل مثلا هتطلع معاه يعني بنسبة كبيرة فيها فيلير، فيها فشل. فيعني كل واحد مثلا يكون عنده أسلوب وتفاؤل إن الحاجة هتنجح معاه. تمام، طبعا بعد ما اتفردت هي كمان أهي. تمام، بس عشان الناس تشوف. عندك بقى جريل بقى بالكهرباء، جريل عادي طاسة غير قابلة للالتصاق، اشتغل فيها. تمام، انما هتقليه في زيت وكلام من ده غلط خالص، منتش هتطلع حاجة كويسة. وزي ما انتوا فاهمين بقى، يعني انا بجيب الكلام من الاخر. الجريل طبعا سخن، انا كنت مستعمل قبل كده، مش في اي وحشة ولا حاجة. تمام، هبدأ انزل بمعلقة ليا عادي، هو كده كده اصلا مش هاكل السندوتش ده، اتخرم معايا من النص. ليه؟ عشان نزل معايا من الكيسة
غلط للأسف يعني. طبعا في كل اتجاه احنا عايزين البرجر ياخد كراست من كل ناحية. تمام، هنبدأ رشة ملح رشة فلفل اسود من كل اتجاه. تمام، وخلي بالك وانت بتقلبها، ويبقى سهل ولا حاجة، بس انا مركزتش وانا بنزله على الجريل. تمام، بعد ما اتقلب من الناحية التانية، انا بس عشان الكاميرا بعيد هو مكانش قد كده. تمام، عشان بس البتاع بيطرقع، وبديله رشة ملح ورشة فلفل اسود، والوقت ايه بحمص الخبز بتاعه من فوق ومن تحت عشان يبقى واخد منه من البرجر. تمام، طبعا اتحمص من فوق، قلبته على تحت عشان برضو يتحمص وبقى كده واخد من ريحة الجريل. تمام، طبعا هبدأ تاني حاجة بقى اعملها الاستريبس. انا عملته معاكم قبل كده كام مرة. تمام، بس ده مش الاستريبس اللي هو بتاع KFC، ده الاستريبس اللي هو بتاع الشركات، وكتير قوي طلبوا اللي انا اعمله في حلقة، بس انا هعمله قريب. تمام، طبعا على الزيت هبدأ اقليه. تمام، زي ما انتم شايفين كده. سيبه لحد ما يتحمر. اهو اتحمر اهو يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده. هبدأ أعمل صوص البيك تيست، طبعا صوص سر بجد يعني. الحلقة دي هتفيد كل اللي هيتفرج عليها بجد. صوص البيك تيست ده أنا مخرجتش منه لأي حد خالص. هو مشابه لصوص الساوزند أيلاند، نفس الشكل، بس العلبة بتاعته أنا لسه فتحها أول مرة دلوقتي. تمام، بس أنا عززت الطعم بتاعه شوية بإيه، بمعلقة من طعم الكباب. تمام، عشان يبقى الطعم بتاعه متعزز شوية. طعم الكباب ده بيتباع عند أي حد. تمام، لان طبعا في ناس قالوا لي اي حاجه بتجيلك مثلا من بره كلام من ده ما تديش منها لحد يعني وكده، ولا تبينها، عشان برضو الكلام شفتم اللي حصل يعني الاول. طبعا يا جماعه بقى للبطاطس، سواء عشان هعمل البطاطس بالجبنه الشيدر دي، طبعا جبنه شيدر وانا عملتها معاكم في حلقه قبل كده، اللي عايز يشوف هينزل في الفيديوهات يقلب فيها وهيلاقيها. طبعا هبدأ افكها قدامكم عشان في ناس ما بعرفوش يفكوها خالص، وبتطلع فاشلة معاهم وبتفصل وبتشرش وكلام من ده. فاحنا نكون عندنا مثلا اي اكسبيرينس عشان نعرف نتعامل معاه. طبعا البطاطس اتقلت اهي يا جماعة، وانا عملت برضو البطاطس البوم فرايت معاكم قبل كده بمية مغلية، وانتوا شايفين الكاتل اهو. وهبدأ افك فيها، يستحسن يكون بمضرب، بس المضرب بتاع ايده اتكسرت، فانا شغال بمعلقه خشب خفيف خفيف، ميه بسيط بسيط. تمام، ما تكتريش، هتشوفي لو فصل مني يبقى احكم. بص اهو زي اكنه لسه معمول على طول، وده السر برضه. طبعا يا جماعه على السندوتش حطيت جبنه ايمنتال، مش جبنه شيدر، الجبنه الايمنتال دي برضه لسه جايه، وقطعه البرجر عشان بوريكم بس ما كشتش. هنزل بصوص البيك تيستي. تمام، انا طبعا مش هحط خضار ولا حاجه، لان انا طبعا انتوا عارفين عامل كام حاجه، يعني مش حاجه واحده اللي الواحد يكون عاتلها دماغ يعني. وملحوظه برضو، هم البرجر ما بياخدش سوى التير. تمام، مسافه ما يتلدع من اتجاه وياخد كراست. تمام، مسافه ما يتقلب اهو، حط طعم زي ما انتم شايفين كده، وقفلت عليه. الجبنه الايمينتال دي يا جماعه بتختلف عن الجبنه الشيدر برجر، ان الايمينتال بتسيح على طول. تمام، انتوا عارفين ان الايمينتال يعني تقيله شويه في السعر ومش متوفر على طول. ده طبعا يا جماعه كان رز، بس ده الرز بالخلطه بس. طبعا الحاجات دي برضو مش اي رز والسلام. تمام، هبدا انزل بالصوص جبنه الشيدر كده على البطاطس اهو، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكله حلو اهو. هشوف القوام بتاعه، ولا فصل منه ولا اي حاجه، لسه اكنه معمول بالظبط. اما تيجي تفكيه، انا كنت قلت بلبن، لا فكيه بميه مغليه احسن، زي الطحينه. تمام، ده السر برضو بقوله لكم. اهو، وايديك شغالة فيها على طول. الوقت احنا عملنا البرجر اهو،
تمام، عملنا البرجر وعملنا الاستريبس اهو، تمام، والبرجر اهو زي ما انتم شايفين كده، تمام، والبطاطس بالجبنة اللي هي الشيدر اللي الناس سألتنا عليها كتير، تمام، وده شاورما هعملها معاكم برضو في حلقة قريب بإذن الله، شاورمة اللحمة، تمام، وده طبعا بيتزا، بس مش بيتزا زي اللي انا بعملها دي، بيتزا ايه يعني دايت، يعني في ناس برضو طلبوها فهبقى اعملها تمام، بس شوف شكل البطاطس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله، تمام، يعني شوفهم الوقت قد ايه وعملت حاجات قد ايه، الناس ما تجيبش بقى حاجة من بره، تشوف الفيديو ده يشجع طبعا ان هي تعمل كل حاجة. السلام عليكم.